حصول برکت کے لیے دو تین چار آیات, اس کے بعد دو تین شعر نعت کے. ایک بار دو دے پاک پڑھنے تمام حضرت آؤں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھنے تمام حضرات صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول